السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية اخواني وحبايب المتابعين. اهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم بفيديو جديد ويوم جديد، وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا وعليكم. اسعد الله مساءكم. طبعا اخوان خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في بداية الفيديو خلينا نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. طبعا يا اخوان اليوم راح نطلع الزواجل بدري، الساعة هسه 6:35 دقيقة. امسك هيك نجرب معاهم، اول مره بطلعهم موعد زي هيك. يا اخوان في حمام هان وفي حمام هان، هسه بتلم بعض يا اخوان. نشوف هي يا اخوان، هي بتقالب تحت. لا لا هي اخوان لمت بعض يا اخوان، هي مسكت بعض. هشونا كش كمان. اهلا وسهلا. احنا ليش مطلعين؟ احنا مطلعين موعد. لو سهلة بأي كشة بتيجي. هاي حمامنا تحت يا اخوان، تبرم طبيعي جدا، تبرم في المكان الواطي اللي اوطى من جناحها. تمام، هيا طالعة علينا، بس لما تبعض يا اخوان وهيها جاية علينا. هيا بتوقع تمشي اليوم اخوان 90% ان شاء الله راح تمشي، بس طبعا طبيعي بدها تلف لها لفتين ثلاثه في المنطقه مكان ما تعلمت تمشي، مكان ما مشاها. ايوه راح احاول اني ما اصفر لها، راح احاول اشوف شو راح تعمل. اليوم فتحنا عليها بدري، الجو هو حامي فعليا اخوان، صراحه الجو حامي، ولكن انا كمان قلت بدي افتح عليها اشوف شو مياتها اليوم ان شاء الله، لانه راح نصير نفتح عليها صبح كمان، فبصيرش كمان انه ايش نتهاون فيها. هيها بلشت ما شاء الله، بلشت تاخذ عالي، هي بلشت تعلى ما شاء الله. صلوا على النبي. وهينا احنا معهم اول باول، بلشن يعلن حيمشن، يلا بحددوا اتجاه يا اخوان. طبعا مطلعين 37 حبه، المفروض هم 40، انكسر معنا جناح طير، وطير اللي كان كنا حاطينه هان الحبكين يا اخوان، قد ما صورناه على التيك توك وهو بيعمل حركات انفقع عينه والطير اختفى بطل يبين. وهذا امبارح بيت برا واليوم اجى عشان ما يتعب، حطيت له علف وحطيته هان. يعني هم المفروض 40 بس نقص منهم اثنين. هاي ما مشاهم تحت يا اخوان، بلشوا يعلو. طبعا قد الساعة؟ نسينا نحكي قد الساعة. حكيت انت اول ما فتحت 6 وشي 6، هسه 37، يعني لها دقيقتين. هاي يا اخوان بلشت تاخذ المنطقة تحت، ويلا الله معك. هاي اول ممشى لها على الموعد يا اخوان. وينها صارت؟ وينها؟ هيها جاي علينا. هيها بعدت كثير تحت، بس انا طموحي يعني مش هناك. لا لا في اشي بلش يرجع. شو اللي بلش يرجع؟ غلط اللي رجعت، الله يسامحك. بس يا اخوان لو انه قادر هذا ما رجع. الزنخ الزنخ البلدي، والله بحكي عليه بلدي وهو بلدي، يلعن حريشه. استغفر الله العظيم، لولا ما اني متاكد انه زاجل. بس اخوانها هو بيرجعها قاعد. الحمام هي راحت، هي خلطت في كشه هيها وفكت عنها. شايفينها هي هاي الحمام، بس هذاك يجعله مصيود. الله يجعله مصيود هذاك، لانه اهبل ترك الحمام ورجع. شو بتهيأ لك يا زلمه؟ وين هو الطير ما رجع معها؟ داري وين راح الطير؟ والله ما بعرف وين راح الطير. وانا يا اخوان الحمام ما شاء الله بتقالب، بس احنا لسه بنرجع بنقول لكم الحمام اول موعد الها بتطلع فيه هي رجع، ورجع طير معه. حمامنا هي تحت بتقالب. طبعا
هي مسافة بعيدة للعلم، بس إيش إحنا عشان منطقتنا مفتوحة بالأخص هيك، يعني مهما مشى هيك الحمام مبينة، مهما مشى هيك الحمام مبينة. وكمان الحمام أول مرة بتطلع موعد يعني بتعلم، اختلف عليها موعد. هاي ماخذة بالعالي يا إخوان، كمان يلي بيحكي إنه الحمام ما بتاخدش عالي الزواجل تبعوني ليش؟ لأنه إحنا بنطلعها مغارب قاعدين، لسه ما طلعنا هنش ولا مرة موعد أو ولا مرة صبح بشكل رسمي. إن شاء الله هاي أول يوم إلها موعد تطلع فيه. هايها بج عجبت صلاة النبي، وين راحت؟ هايها طلع وينها، أجيبك هيك، وين رحتي؟ هايها بعدت، بعدت كثير، بعدت كثير، خلص أنا هيك اختفت بطلت أشوفها. ويب الموقر يا إخوان، أنا إخوان فعليا بطلت أشوفها، هي دوب على الكاميرا انسى إنك تشوفها. هي هناك يا محمود، طلع وين؟ وين شارع المية؟ هاي بتقالب، هدول روحوا لي الاثنين. هاي يمه الله يخزيكوا، الله يفضحكوا، شنكوا فضيحة. والباقي هاي جوا يا إخوان. طبعا عادي ممكن يكونوا تعبانات يا إخوان، ممكن يكونوا فيهم إشي ما بنقدر نذمهم، بس حمامنا راحت هسه يا إخوان، إحنا حمامنا راحت. هايو هاي يمه الاثنين مرجع معاه الطير. المشكلة انه مرجع الطير الاحمر، والاحمر زقرت، بس الاحمر ما بيرجع الا اذا في اشي. هاي رجع واحد كمان، مش مشكلة يا اخوان، اول يوم لهم، اول مطار لهم عادي، اول يوم لهم اول مطار. هسا ايش عادي بننزلهن. تعال محمود، تعال اطلع لي الشكلة، خلي هذول يحطوا، ما في مشكلة يا اخوان، عشان ما يخربوا لي. تعال، طبعا هذا من الكبار، من 15 الكبار اكبر اشي عندي، بس سبحان الله خلاص بده راح الطير، خلاص فيه اشي، بدنا نعرف شو ماله. زدته مسكر باب الحمام، بده راحة لازم نحطته ونعرف شو قصته. تعال حط، ديروا بالكم بارح كمان انا مجوعها. هاي بلشت ترجع، طلعون بلش يرجعين، يرجع الشفقات. اول موعد لهم هذا عادي يا اخوان، اول موعد عادي، عادي اول موعد لهم. فراخ لسه بتصاصي. تعال محمود سكر الباب، فراخ لسه بتصاصي يا اخوان. ايوه رجع هذا، ما هو هذا اصغر واحد اللي رجع، الاسود اللي بعشر، هيو شايفينه هذا الاسود اللي بعشر، اصغر واحد فيهم. يعني هذا فعليا اجى هو وخمسه، من اصغر خمسه على السطح عندي. بس بدناش اياهم هيك يصيرن، خليكم معنا بنجمعهم على بعض وبنحططهم ونرجع لكم. طبعا يا اخوان هذا 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 اللي خرب الدنيا، هيو المرقع، شايفينه المرقع هذا هو اللي عجب. راح وصل لعقبه ورجع، الجو حامي يا عمي انت كمان، واول مره بتطلعهم، مختلف عليهم الموعد دير بالك. طبعا اللي رجعن ستة حطن اربعه، في اثنين بعرفش وينهم، وانا لازم احططهن يا اخوان. خمسه في واحد ضل، لازم يا اخوان احططهن. طب ليش ابو يوسف لازم تحططهن؟ لازم تحططهم لانه يا اخوان الطير يلي بفلت عن حمامه وبرجع معناته فيه مشكله، فيه إشي مش قادر يكمل. تيجي بتكمله بتزر عليه بيطلع فوق، بمسك عليه أي واحد بحططه. دير بالك تغلط الغلط هذا، أنا واحد من الناس غلطتها كثير الغلطة. وناس اللي متابعوني من زمان إذا بتتذكروا، إذا بتتذكروا حلقة، طبعا حمامنا رايحة ديروا بالكم لسه، هدول يعني هيك لسه في تقريبا 31 طير 31 فرخ، بدريش عنهم وين راحن. تمام، اللي بيتذكر حلقة البغداد الأزرق اللي شرحنا عنه، الطير شرحنا عنه، هان طيرناه راح طار، ساب الحمام ورجع، ساب الحمام ورجع. بدي أحكي لكم أكثر من قصة على الموضوع هذا، ساب الحمام ورجع. ضليتني ألوح له، أنا قلت له الحق إخوانه، لحق إخوانه ما رجعش. صارت معي إبوز أحمر كان عندي قوية عنتري، زلمة كان، تمام قبل القناة هذا الحكي، تمام هذا الحكي قبل القناة. محمود بس اطلع لي برا، ضرب لي عينك في المناطق هذيك، شوف وين الحمام شو بتعمل، بس اذا شفتها قل لي. بوز احمر نفس الاشي يا اخوان، كنت بخالط فيه، الدنيا شتا، ترك الحمام، الحمام خشت جوا، دبلت دبل هيك جوا، اختفت، رجع لحاله فوق الدار، لف لفتين، لوحت له شو بتعمل عندي، لوحت له راح وما رجع. طبشيري زرزور، طبشيري زرزور، والله عظيم يا اخوان، زي ما بقولكم كان مقنبر أو برفعة، يعني نفس الإشي، عمل نفس الحركة، طيرت الحمام، الحمام بعدت رجع لحاله، طيرت له انضرب عن جاري هان أنا ويا صيد. كثير شغلات صارت معي زي هيك، فأنا تعلمت
تعلمت. ما بهمني انا انه انت تقول لي غلط صح لازم تطيره لازم ترجعه، لا انا بقول لك غلط، واللي بده يقول لي صح هو حر، مش مبينه خلاص. اللي بده يقول لي صح هو حر، بس انا بقول لك كايش. احنا قلنا قديش طيرناها على الستة؟ 6:35 مش واضح امبارح. 6:35 وهسه الساعه ايش؟ 6 و قد ايه؟ 6:45، يعني لها 10 دقائق تقريبا طايره. فاخوان انا تعلمت من غلطي انه الطير اللي بيرجع معناته فيه شيء صراحه، يعني ما دام ما رجع معناته فيه شيء، وانا مش ناقصني اروح اخسر 5 مره واحده. طبيعي جدا تخسرها من دول الخمسه، يعني هي ما نزلن تعبانات كثير، مش مشكله احنا ما علينا مشكله. هي انا في حمام، بس هاي مش حمامي، هذول هذول بيجوا عشان حمامات، احنا حمامنا خشت جوا. طبعا يا اخوان انت عشان تكون عارف، عشان تكون عارف مش معنى انها خشت جوا هيك خلص راح تضلها هيك جوا، لا راح تلف امامنا، راح تروح هيك ممكن تلف لك لفه واسعه هيك وترجع لك، ممكن تجيك العكس. هاي جانا واحد، هاي تجي من هنا، اجى من هناك، شيء طبيعي حيجي لك شيء، حيروح شيء لانه مش قادر يتحمل بده يروح، ولا ينصاد. ابصر هو إلنا ولا لا اصلا، هسه ببين اذا إلنا ولا لا، هسه لا مش إلناها. تمام يا اخوان، وارد جدا تكون الحمام راحت هيك وترجع، وارد جدا يضيع منها شيء، وارد تضيع كلها، وارد تضيع كلها. طب ليش ابو يوسف ما انت مدربها وعاملها؟ وانا مش بمخ الحمام، انا مش بظروفها، انا مش عارف ظروف الحمام. تمام، ظروف الحمام مش عارفها، فبالحاله هاي ما بعرف اذا الحمام ممكن ترجع ولا ممكن ما ترجع، ممكن تنصاد ولا ما ممكن تنصاد، ممكن ترجع محمله كشه هسه نضرب لنا 4-5 حبات عليها. انت ما بتعرف شو بصير معك، انت ظروف هسه انت قاعد تستنى بحمامك. بما انه احنا بنستنى وبنستنى، خلينا نفوت على الزق نشوف شو في عندنا. بلش، بدناش نبلش اليوم منها، دائما نبلش منها، دائما نبلش منها، بدنا نبلش اليوم منها. بسم الله، طبعا هنا لسه فيش اشي، طبعا دائما تبع ال يا اخوان مين بصير معه دائما لما تيجي تصور فيديو او تكون على السطح او بتعمل اشي يجيك تبع الغاز هذا او تبع ال تبع ال الخرده او تبع ال الخضره. طبعا الله يرزقهم جميعا، طبعا والله بتعبوا يا اخوان، والله بتعبوا ودايرين بالهم علينا. بتعرف لولاته هذا تبع الغاز انت بدك تطلع بالسياره او تشيلها على ظهرك وتروح تجيبها من الحاره. خلي بس يخلص اخوان ويروح بنرجع لكم، نوقف شوي بس. طبعا اخوان تبع الغاز لسه موجود واحنا لساتنا مستنى الحمام. ديروا بالكم يا اخوان عشان تكونوا عارفين الحركه هاي في 20-17 فريخ اكثر، والله اكثر من 17 فريخ اول مره بيطلعوا وبيمشين، والله العظيم يا اخوان. لانه اخر مره الفيديو اللي نزلت لكم اياه قبل يومين كنت مطلعهم الصبح وطارن هناك بس. ايه 2 اجل من العالي، ابصر انه ولا لا ما بتعرف. طبعا يا اخوان هذا الحكي طبيعي يصير كاول مره بتطير، دير بالك، يعني انا بحكي لك عن تجربه انه يرجع شيء. لانه انت مطير مثلا 30 بوز، ال 30 بوز مش مجهودهم نفس المجهود، في شيء بتحمل في شيء بتحملش، في شيء بيقدر في شيء ما بيقدر، فاللي ما بيقدر بيرجع واللي بيقدر بيكمل، في شيء ما بيقدروا بنصاد، فيعني هاي طبيعي. طبعا الغاز هي راح بعد شوي افضل شوي الصوت صار. خلينا نفوت هنا نشوف، نقول بسم الله. كيف الشباب؟ طبعا هذول ما شاء الله عليهم بيضهم عبيان، بيضات بيضهم عندنا عبيان الحمد لله، بدناش نزعجهن. عندنا هذول بيضات بيضه، بس المفروض يبيضوا بيضتين لانه هذيك المره الطيره هاي بارت بيضه واحده، هذا الفحل سوري معلم. ممكن اشوف البيضة الثانية بعد اذنك؟ والله حاب اشوف. الله عليك، كفو عليك يا كبير. هاي البيضة الثانية الحمد لله، هذول عندهم فرخ زاجل فقس جديد ما شاء الله، امورنا منيحة. عندنا هان هذول عندهم فرخين كمان ما شاء الله، صلاة النبي. لسه طبعا مش عارفين شو راح يطلعوا، انتم شو تتوقعوا يطلعوا يا اخوان؟ يعني انه هذول الجوز يلي انا طبقتهم على بعض، تمام طبقتهم على بعض، خلاص خليه إذا أجى شيء خليه بلف لحاله بحط، خليه تمام يا إخوان. توقعاتكم شو راح يطلعوا فراخ هدول الجوز؟ الفحل هذا على الطيرة هاي، وعندنا هدول الطيرة العبدة هاي يا إخوان فحلها هاي. نزل أجى ثلاث، وين هاي؟ أربعة هاي أجت، وينها هاي؟ حمامي؟ لا مش حمامي هاي، لا هاي مش حمامي، لا مش إلي. هدول قاعدات برادحن هدول، ها
هذول مش إلي. وين هدلاك؟ تدريش مش إلي يمكن. لا مش كلها إلي، مستحيل ترجع هيك. إذا بترجع خلاص ترجع هسه شكفة واحدة، مش راح ترجع مقطعة زي هيك. لا خلاص هسه اللي أجا أجا، اللي أجا أجا. بس في واحد أنا قلقان منه، اثنين أربعة ستة، ولك في واحد حاط وأنت مش صاحي. حاط؟ آه من غاد؟ آه طيب ماشي. هذا مش شكله يا اخوان، هم كانوا ستة اللي رجعوا، هذا السادس راح لف لف ورجع. امورنا تمام مش مشكلة، ما عندنا مشكلة. بس انا اللي ملاحظه انه اللي قدام كلها اللي راجع، اللي قدام انا معلمهم يا اخوان بختام بكلبسات خضر، يعني كل اللي هناك جديد. الله يستر عاد، يلا هنشوف الخسائر اليوم اللي راح تصير. تمام. وين رجعنا؟ قلنا عند العبيد السود. بس مش لاقي لها فحل لانه فحلها مات. عندنا هذول ما شاء الله العراجنة السود، صلاة النبي من عند عمنا أبو حاكم الله يكتر خيره ويعطي الصحة والعافية. وعندنا هذول البرامليات كمان من عند العم. خليه ما شاء الله. وعندك هذول الرياحنا كمان من عند أبو ريان الغالي الله يبارك له ما شاء الله. عندنا هذول، هي هذا ما شاء الله عليه كيف صار أشوفك ما شاء الله. إيه دعمينه صح. هذا يمكن يطلع يا اخوان براملي او مشمشي ازرق، لانه امه مشمشيه وابوه براملي، وشو ما يطلع يطلع. بس الفرخ ما شاء الله طالع ضخم ضخم ضخم، طالع ضخم جدا الصراحه. هاي الطيره قاعده عبيضه هيها، بس بيضتها الثانيه مكسوره لانه قلنا لكم شو قصتها. وعندنا هان الفرخين الزومبيات ما شاء الله عليهن. وهي يا سلام يا سلام، هسه انتبهت عليه ما شاء الله. ايش حماد قلقتني، خلاص انسى ضلكش تناديني عايشه. مش حمامي هاي، هذا مش طير، مش مطار طير زاجل، هذا مش طيران طير زاجل. خلاص خليهن، اذا إلنا إلنا بيجن، اذا إلنا بيجن. شوف والله والله إلنا هذول. لا خشن هذا، انسى خلاص هذا خشن. تمام. وين وصلنا؟ عند المساويد ما شاء الله صلاة النبي عليهن. ما انت شايفين صلاة النبي. بضت البيضة الثانية ولا لا؟ حلو حلو، اسف اسف، خليه خليه اقعد. بضت البيضة الثانية الحمد لله. هذول لسه، وهذول رياحنا لسه يا اخوان. طبعا عادي طبيعي جدا انه جوز يتأخر عن جوز، جوز يبيض قبل جوز، لانه يا اخوان احنا بترجع الشغلة للنصيب. انت نصيبك يبيض ام ببيض، نصيبك ما يبيض ام ما ببيض. تمام. عندنا ما شاء الله هنا فراخ الملحيات. انت قاعديت لي فوق ليش؟ انزلي خلينا نشوفك ما شاء الله ملحة اصفر. صلاة النبي حيطلع نخب هذا، علموا على كلامي. واخوه كمان انخب منه، بس طالع يا حرام الاصفر جاي اضعف من الاحمر شوي، مش اضعف اصغر شويه صغيره يعني، مش هالشيء الكبير. عرفتوا كيف؟ عندك هون ما شاء الله كمان لحى احمر ثاني. طبعا في واحد حكى معي بده يحجز اليوم، رن علي قال لي بده يحجز لحيات، قلت له بس يجهزن ان شاء الله بنحكي فيها. تمام. وعندنا هذول ما شاء الله عليهم، لازم نفحص بيضهم بكره، راح افحص بيضهم هذول، لانه بيضهم هذيك المره كان فاضي وكبيناه، خليتهم يقعدوا عليه بجوز 10 ايام او 15 يوم بعدين كبيته. وهذول ما شاء الله هيوم بيضات صلاة النبي كمان، راح نفحص بيضهم بس يخلصين. وهذول بيضات لازم نفحص بيضهم. هذول المسويد التركيب جديد لسه، بدهم شويه شغل، نستنى عليهم يعني لسه ما باضن. وعندنا هان الفرخ اللي لقينا بيضته، هان بيض الرياح رياحنا اكيد حيطلع ريحان يعني. وانت يهي علينا اليوم، كل يوم مشكلة، كل يوم يا حبيبي. انا والله العظيم ما بدي، بس بدي اطمن على فرخك. ممكن ممكن، خلاص اخذنا السماح منه بعد اذنك. انت عادي، انت اسكتي، انت شاطرة، انت بس بدي اشوف الفرخ. هي ابنك كبير هي، ولا 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 اوعى. خلاص خلاص، اسف اسف، لما اسف قلنا لك اسف. خلاص لا تقوم تهايط تتخوت، خلاص ارجع ورا لو سمحت لو سمحت. اخ لو سمحت عضتك، اذا انت ما بتعض. بيي انت صقر، انت نسر، انت عضتك مش عضت طير، مش عضت طير. ما شاء الله عندنا البراميات هون. هاي يا اخوان في فرخين حطن، 2 4 6 8 اجوا من وراه. خلاص يلا مش مشكله، عادي عادي عادي. روح فرخين يا اخوان. طبعا يا اخوان بكره هذول ما هيعيدوها، مش راح يعيدوها هاي، هاي الحركة بكرة مش راح يعيدوها، بس لسه احنا لازم نشتغل عليها صح الصراحة. أدريكم الصحيح. عندنا هان ما شاء الله صلاة النبي براملي، بس الطيرة ما شاء الله عليها مبينة، بس ضعيفة شوية الطيرة هاي. فرخ يعني أكبر من فرخ، نقدر نحل المشكلة هاي عادي. ابنك ابنك ابنك، لا تفضي ابنك ابنك يا حجة ابنك.
ما شاء الله. هذول لسه، وهذول قعدناهم على بيض، يا بيض بغادنا بيض، يا اما بيض زواجل والله ما انا متذكر. وعندنا هذول لسه، وعندنا هذول لازم نفحص بيضهم العراجنا ان شاء الله. عندنا هذول يعني ما بعرف، المفروض يفكسوا هاليومين لانه بافوا بعد البواز هذول بشويه، بس ما بعرف. هذول ما شاء الله قديش اللي عندهم فرخ، والفرخ الثاني فقس ولا لسه؟ حلو، الفرخ الثاني فقس. هاي يا اخوان الله ما شاء الله، الفرخ الثاني فقس تمام. عندنا الانجليزيات الحمد لله باضن امورهم تمام، وعندنا هذول حطيناهم هم يعني هذول، يا اما هذول قعدات عبيض بغادنا بيض، يا اما هذول والعكس، يا اما هذول قعدات عبيض النوارس، يا اما هذول ما بعرف بين، بس يفقسن. هذول لسه مريحات، وهذول لسه مش مريحات لانه جبناهن جديد، مش عارفين خير من شر يعني امتى راح يشتغلن بيضا يرتاح الى المكان وبيضا. وهذول نفس الشيء طبعا، هذول شلناهم من عبيضهم، هذول من عبيضهم، هذول من عبيضهم. كل الحمام اللي جبناها جديده مشيوله من عبيض يا اخوان، بس بترجع على نصيبك انت. انت هل الجوز راح يبيض عندك ولا لا؟ تمام. هاي يوم 8 فراخ رجعين، يعني ضايل 29 طير برا الدار ما ادريش عنه. طبعا امبارح نظفنا هون زي ما انتم شايفين، الحمد لله الامور تمام. العروق هاي يا اخوان شيء محترم ومرتب، ابن عالم وناس ما شاء الله. مع التنظيف يا اخوان بينت الحمام صح ولا انا بتهيألي؟ احسها بينت اجمل، او بلشت تبين الحمام، لانه احنا يعني الحمام بتغير ريش، بلش يبين حمام عليها الغيار الريش والحكي هذا، ممكن برضو وارد. طلعوا ما شاء الله ما شاء الله، صلاة النبي ايش محترم. طبعا فراخنا لسه ما اجت، وبدنا نخلي مجال للفيديو. هاي هاجت، هاي ها هي هاي، ما فيش غيرها، هذا هو الكوم ما فيش غيره. هاي ها الله شكلها محمله يا اخوان من جوا، شفتها انت يعني؟ هاي محمله ورا بس لسه يعني. انت روحي روحي كملي كملي ممشاكي يا حجه، لا ترجعي لي هسه، لا ترجعي. فز القواد، مش وقتك تفز يا معلم. هيا صارت وين؟ رجعت تعلمت، تعلمت منطقة وراحت خشت جوا. بس يا اخوان يعني الصراحة مبينة تعبانة لأنه الجو حامي كثير والله. جو كثير حامي ومحملة الحمام. يعني إذا أنا حاطط عندي ثمانية، إذا أنا محطط ثمانية هسة من حمامي، وهاي فوق الأربعين طير، فوق الخمسة وثلاثين طير، هاي قطع منها طيرين، ما بنعرف عاد. زي ما بدك روحي لعبي كملي. إيش عنا هنا قلنا؟ هنا عنا واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية فراخ إخوان اللي حطن تمام. هاي يمه ما شاء الله، طبعا جوع كمان مجوعحن، أنا مجوعحن، لو أفتح الباب هسة بتحبس. بس انا بدي ادبكم لانكم امبارح ما رديتوا علي وحبستوا عصيدت اليهودي. هذا اليوم يا اخوان ثاني يوم بعد صيد اليهودي، انا جوعتهم عشان يردوا علي شوي. طبعا بوازنا يا اخوان ما شاء الله عليهم، بيجي هسه بيرجع، هاي كملن جوا ويرجعن. هذول بوازنا ما شاء الله يعني بلشن. ها طبعا هاي ثالث يوم اخوان، امبارح واول امبارح واول اول امبارح، وانا بنظف على السطح. طبعا اول قبل يومين انا نظفت، واول امبارح وامبارح محمد ومحمود نظفوا على الخشش، ولسه الخشش فيها ريش. بس لو بدك تقارن الريش بتبع اول امبارح واول اول امبارح، لا الريش بلش يخف، فيعني شيء منيح ما دام الريش بخف معناته يعني ها بلشت الحمام تبشر انه. طبعا معنا وقت ديروا بالكم، احنا لسه في شهر 12 لما الحمام تخلص. اللهم ما شاء الله صلاة النبي. هذولا خشت الكشامرة، وهنا خشت المتابعين، طيور المتابعين هاي اللي انتم نقيتوها على ذوقكم. طبعا يعني لسه في شخشل ازرق هي، وعندنا خشتي هاي، انا هاي خشتي، انا بسميها هاي خشتي، انا يا اخوان هاي انا مسميها خشتي، شو رايكم؟ مع انه العم رمزي بحبها كمان، بس انا بحب، انا حاب اسميها هاي خشتي، واسمي خشه للعم رمزي. يعني انا بدي اسمي الخشه هاي خشتي، انا خشت ابو يوسف، خشتي الطبيعيه اللي انا بحبها، وهي خشت المتابعين، هاي خشت اي شيء انتم سموها بدكم تسموها، سموها ايش بدكم تسموها. انا بقول بختار يعني يا اما هاي
يا اما هاي تبعت العروق خشت العم رمزين، او التنتين يا اما هاي وهاي للعم رمزين نسميهن، شو بتختاروا؟ والزواج الهاي بنخلي لها اسم مفاجأة. ايه خلاص سيبك منهم محمد، خلاص لا تفكرش فيهن، بدهن يروحن يروحن، بدهن يروحن الله معهن، احنا طيرناهن ومغامرين فيهن. يعني ايش بدك تسوي؟ زعلان خايع؟ ما انت كنت امبارح مجنون بس بدك تطيرهن. امتى بدك تطيرهن يا ابن خالي؟ هاي طيرت لك اياهن. يا الله ولا ايش هما؟ لا هدلاك ما بطرنش هدلاك. طيب يا اخوان نرجع لكم، خلينا نخلي شويه من الفيديو. طبعا يا اخوان اسمعوني انا عشان الفيديو هذا صار طويل 25 دقيقة. اذا الحمام رجعت بدري هيني كملت لكم تصوير، ما رجعت بدري بنخلي لكم اياها للجزء الثاني، استنونا فيه ان شاء الله يكون في صيد مرتب ويعطيكم العافية.